حياكم الله متابعينا بحلقة جديدة تجمعنا معكم من برنامج بيوتي. اليوم بنسلط الضوء على جمال من نوع آخر، جمال التصوير الفوتوغرافي. تعالوا نتعرف على ضيفتنا. اليوم احنا باستضافة المصورة الفوتوغرافية أنفال لمحي طيب، بتاخذنا برحلة ممتعة مع عدستها. أنفال حياك الله معنا. أهلا، هلا والله. في البداية طبعا لازم نعرف السادة المشاهدين عن مشوارك ومن متى بديتي وحبك للكاميرا. بالبداية أول ما طلعت كاميرا ديجيتال اللي فيها شاشة كنت أخذها معي بكل مكان، أصور أهلي وربعي هم يأكلون هم يشربون من غير لا يدرون. هذا كان أي سنة؟ يعني صغيرة، أيام يعني مثل ابتدائي متوسط كذي. كنت أحب أصور يعني بس حق توثيق يعني. فبعدها إن كبرت أكثر وصار عندي كاميرا احترافية ودخلت دورة تصوير استديو. حلو. ونما يعني كبر معاي الشغف ولين الحمد لله وصلت وصار عندي استديو. حلو. يعني علاقتك بالكاميرا؟ علاقة قوية. زين. يعني حب ما ينوصف، يعني مرات أحس شنا يعني صديقتي معي بكل مكان أخذها، سفر طلعات كل مكان يأخذ معي الكاميرا. زين. اللي لاحظنا أنك أنت متخصصة في البورتري صح؟ ليش؟ ليش حبيتي المجال؟ لأنه وايد أحب أبرز جمال وروح الشخص بالصورة، أحب أطلع عفويته وملامحه، وهذا المجالين هم المجالين الوحيدين اللي يركزون على هذا الشيء، وأستمتع وايد إن أنا قاعد أحب ذوقي بهالشيء، ويعني وخصوصاً إن مجال يكون بيوتي. يعني ما تخافين من الانتقادات أو مثلاً واحدة تيجي تقول لك والله أنا مو عاجبتني الصورة، مو مطوعة ملامحي عدل؟ لا بالعكس، يعني الحمد لله أنا غالباً اللي يوني يعني كلهم راضين بصورهم، ويعني الحمد لله ما مر علي وايد. جربتي تصورين شيء ثاني مثلا المشاريع الثانية، الأكل؟ يعني جربت كل أنواع التصوير، حتى سيارات صورت، بس أكثر مجالين يعني مجالات حبيتهم تصوير البيوتي، تصوير الأكل، أصور حق مطاعم مرات، وأصور منتجات بعد. أنت موظفة صح؟ أي شو توفقين ما بين يعني شغلك ومشروعك ودوامك؟ شوفي أنا قاعدة أخلي مواعيدي كلها بعد الدوام، فقاعد أنظم كل مواعيدي على هالأساس، ولما يكون سيزن مثلاً رمضان أو في ضغط تصوير أقدم إجازة من الدوام عشان أتفرغ حق شغلي أكثر. ضحين. إيه. حلو. تسوين توتوريال بعد؟ إيه أصور توتوريال فيديو. مشون الأصعب بالنسبة لك؟ الفيديو، لأن الفيديو يعني يحتاج وقت أكثر، إضاءات توزيعتها غير مختلفة غير عن الفوتو. يعني وانت ماخذه انت في دورات المونتاج والامور هذه؟ اي ماخذه مونتاج عند مصور وهو خلاني احترف بالفيديو اكثر. حلو. والاضاءات شلون طريقتها؟ يعني تعرفين لهم وماخذه دورات فيهم؟ اي خذيت دوره بالبدايه مع استاذ صادق المسوي، هو اللي يعني علمني على الاساسيات. بعدها دخلت دوره عند محمد جاسم، هني دخلت مجال البيوتي والفاشن، هو اللي يعني خلاني ادش هذا المجال وطورت فيه وايد. يعني تقريبا من 2018 إيه؟ بديتي بلشتي إيه؟ هذا المشروع. إيه؟ حلو. كلنا نتفق ان كل مشروع في بداياته لازم يكون فيه صعوبات صح؟ صح. شو التحديات اللي واجهتك؟ شوفي انا بالبدايه كان حايشني يعني مثل ما يعني حاشني يعني مدح وتشجيع، بنفس الوقت كان في يعني ناس تحبط او تستصغر اللي قاعد اسوي. بس يعني صراحة ما كنت التفت وايد على الموضوع. الحين هو قاعد يقول لي أنفال علمي بناتنا، أنفال علمي ولدي، أنفال. فبالبداية كانوا يستصغرون اللي أنا أسويه، الحين قاموا هم نفسهم تعالي علمي عيالنا بنفس الوقت صوري لنا. بالبداية مو أنت كنت أصلاً تستصغرون اللي أنا كنت أسويه، بس يعني الحمد لله ما التفت ووصلت على شيء. إيه يعني وصلت على شيء أنا أحبه وهذا شغفي بالنهاية، فأكيد يعني أبي أوصل له. حلو. طموح كان عندك إنك تصورين غلاف مجلة، وأتوقع أن هذا الطموح يعني أو هذا الحلم تحقق صح؟ إيه الحمد لله. كلمينا عن هذه التجربة. أنا بس بقولها حق الكل أن ما في شيء مستحيل، أن أي واحدة أي بنت تقدر تشتغل على نفسها وتوصل حق أهدافها. هذه التجربة كانت أول تجربة لي وكان وايد يعني شيء أفتخر فيه وأحبه. استانس وايد أنهم اختاروني وكنت يعني قد الثقة الحمد لله. وبنفس الوقت هم اختاروني أني أنا أكون غلاف مجلة حتى حق هم اختاروك المجلة. أول شيء تصورين لهم الغلاف صح؟ أي بالضبط. حلو. بعدها يعني اختاروني أني أنا أكون غلاف المجلة وسوى لي معاي لقاء. ويعني شنو كان شعورك؟ وايد كنت سعيدة يعني ما تخيلين أن أنا يعني شعور حلو أنه شيء أنا كنت أشوفه يعني مثلا كنا حلم حققته. حلو. ايه. احنا مستمرين معك بس خلينا نطلع فاصل ونرجع.
عودة لكم مشاهدينا، وطبعا ضيفتنا اللي احنا موجودين عندها هني بالاستديو أنفال المحيطيب. أنفال، شو شعورك وانت تشاركين الناس يعني اوقاتهم الحلوه مثلا الحين الخريجين والامور هذه المناسبات الحلوه؟ ايش في اجمل شعور اني انا قاعده اشارك الكلاينت عندي باول مشروع لهم، يعني غالبا يقول لي ترى احنا اول مشروع لنا، خايفين وكذي، فالحمد لله يعني هذه يعني مسؤوليه وايد كبيره بالنسبه لي ان هم اختاروني بين مصورين وايد. شعور وايد حلو ان انا قاعده اشارك مثلا البنات اول بيبي لهم، واحده جايبه بنتها تخرجه، فشعور وايد حلو ان انا قاعده اشارك كل الناس هذا الشيء. بس هذا يعطيك مسؤوليه. مسؤوليه وثقه يعني الصراحه. حلو، انا لاحظت ان هني في خلفيه واحده تشتغلي على خلفيات بعد كثيره يعني؟ اي لا تقريبا عندي كل الالوان الرول، عندي خامات يعني مو بس استخدم الورق. انت تشكلين اي انا بنفسي انسق الخلفيه. شنو اغرب مثلا طلب ياك؟ أغرب طلب يعني إنه والله أنا بمثلاً اللوك الفلاني أو الشيء الفلاني. هو غالباً الميك اب أرتست كلهم يبون يتميزون بشيء مختلف عن الثاني. اللي مثلاً تبي شيء فانتزي يعني ما تبي شيء مثلاً بسيط، لا تبي شيء أوفر، فهذا غالباً في ناس تيجي تلونين بالمكياج بالفوتوشوب وكذي؟ إيه بس إنه لا أنا ما أفضله صراحة، يعني أحب الشيء شغل الميك اب أرتست نفسه هو يطلع يوصل حق الناس، ما ألعب فيه أنا وايد، لأن بالنهاية هو الناس تبي تشوف شغلها. صح، الهبات شلونش معاها؟ انت ويا ولا مع ولا ضد؟ شوفي انا مع اذا كان شيء يناسب ذوقي وشخصيتي ما عندي مشكله، يعني الحين هابين بستايل فنتج انا حيل معه، وايد احب ستايل فنتج. حتى متعب بالتصوير؟ لا يعني شوي هو شيء تحبينه ما تحسين بتعبه، حتى تعبه حلو يعني عادي بالنسبه لي. وتصوير بعد بلاك اند وايت وايد احبه، وهم صاير هبه بلاك اند وايت ما يتعب حتى بالفوتوشوب اتوقع. اي بس هو يعني ممتع وهبته حلوه صراحه. فكرت تشاركين في معارض؟ لا الصراحه ولا مره. مو بالك انك تشاركين؟ لا. انزين احنا وصلنا الحين حق مرحله مثلا ممكن ان الرسام يستغنى عن الريشه واللوحه وفقط انه يعني التليفون والموبايل ويصور بس يوثق هذه المناظر بكاميرته؟ لا مستحيل. ليش؟ لانه يعني الفنان هو بروحه يطلع كل اللي بداخله فنه برسمه وخياله، هذا كله من الخيال. احنا لما نصور صوره هي من الواقع، فهو يعني الرسم احس مختلف عنه، يعبر عن احاسيسه ومشاعره عنه وحتى عن خياله. والمصور ما يعبر؟ بلى يعبر عن خياله. شلون؟ وهذا بالتصوير يعني مثل انا مثلا ببالي فكره معينه عادي انا اروح لوكيشن معين عشان اصور اللي ببالي. بس ما يعني مختلف عن الرسم. صح ذكرتيني في بداياتك كنت تطلعين؟ اي صدق؟ اي كان اصلا كله تصويري اوت دور، ما كنت اصور باستديو، لين الحمد لله صار عندي استديو خاص. في ناس مصورين انا اشوفهم هم يبدعون في الاوت دور بس داخل الاستديو لا. اي لانهم متعودين على اضاءه الشمس. صح. مو متعودين على اضاءه الفلاشات. انا بدايتي كانت كلها على اضاءه الشمس، ما كنت اعرف بالفلاشات، بس الحمد لله وصلت الحين ان انا اعرف اصور باضاءه الشمس وبنفس الوقت اصور. ايوه تفضلينه اكثر داخل الاستديو ولا برا؟ انا احب اضاءه الشمس وايد. كلكم كذا. اي وايد احب اضاءة الشمس لانه ما في يعني بس جونا ما يساعد انفال يعني. صح بالشتاء بلا يعني بالشتاء اكيد دور. بس هم بالشتاء بسرعه تغيب بالشمس يعني. اي هو صح وقت حيل محدود حيل محدود يعني يا دوب لا صح. اي وبعدين اصلا ما تاخذي معك معدات وايد يعني يا دوب بس الكاميرا بس الاستديو هني التحضيرات. صح هني ياخذ وقت اكثر. زين رساله حابه توصلينها حق البنات اللي مثلا انهم حابين يدخلون في هذا العالم، عالم التصوير الفوتوغرافي؟ حابة أقول حق كل واحدة أن تتبع شغفك وحاولي تجربين كل أنواع التصوير لين تعرفين شنو التخصص اللي تحبينه، وأهم شيء تغذين يعني تسوين تغذية بصرية والصور تشوفين وايد وتنوعين بالزوايا وتنوعين بالإضاءات عشان تتمكنين أكثر. وين تبين توصلين أنت يا أنفال؟ إن شاء الله يكون عندي استديو أكبر وأكثر يعني. حبيبتي احنا استمتعنا وايد معاك وشكرا على الاستضافة. حبيبتي حياك الله. إن شاء الله تكونون استمتعتوا بحلقتنا اليوم، راح نلتقي معاكم نفس الموعد في برنامج بيوتي. دائما القادم أفضل، مع السلامة.